فاصل مش إعلان. أيها الشعب المصري العظيم، الشعب أيها الشعب، أيها الشعب اللي حكمنا اسمها اللي احنا قمنا بيها، يا صاحب ثورة 25 يناير 2011، وخاطبكم اليوم لتوضيح الموقف ولتعرفوا بلدنا فيها ايه واحنا بنعمل ايه دلوقتي. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ عظم على عظم يا سيد. احنا قمنا بثوره كلنا مع بعض، ثوره عظيمه جدا. لقد قمنا بالثوره من اجلكم وفي سبيلكم. في يوم 29 يونيو 2012 أقسمت أمامكم وأمام الله والعالم على أن أصون هذا الوطن لكي يستقر الوطن ولكي ينمو ولكي نمتلك إرادتنا بجد. حسام هات الحباية من على الجمل بسرعة. حاضر. بتعالج بسببك يا بعيد، جبت لي العلة والمرض. ألا أنتوا عارفين
كل العالم وانتوا كلنا عارفين محمد مرسي لم يكن والآن ليس حريصا أبدا على كرسي. نفس الذات نفس. بص بقى ما تيجي تطلع في التلفزيون تاني بقول عشان اقولك تقول ايه وما تقولش ايه عشان ما تقعدش تهرفك كده في اي كلام. ادعو الجميع ان احنا ناخده بالوسائل السلمية دون عنف. انتش قلبي على وطني ينفطر وقلب وطني عليه ماذر فكر. عندنا شرعية. هذه الشرعية في ظل الشرعية مش عايزين شرعية. الشرعية دي اللي عارفين يعني ايه شرعية اللي بيحترموا الشرعية. ما هذه الشرعية وعلى الشرعية اني متمسك بهذه الشرعية واني اقف راعيا وحاميا لهذه الشرعية. الشرعية والشرعية فقط. في ظل الشرعية استقرار وشرعية مخالفا الى منتهى الحفاظ على الشرعية لهذه الشرعية وإرادتي مع أهلي مع وطني. إرادتي معهم حديدية لا تتزحزح خطوة واحدة. فيش كلام بس ياخد الحق صنعة وإيه بالأصول. وانت دخلة السيمة بتاعتك دي يعني من غير مؤاخذة يعني لا انا شايف فيها صنعة ولا هوبت من الأصول. لدخلة انك لميت وانهم لميتون. اذا كان الحفاظ على الشرعية تمنه دمي انا فانا مستعد ان ابذل ذلك. جرأة حلوة مفيش كلام. بس زي ما سيد شيبة الله يرحمه ما كان بيقول يا روح ما بعدك روح يا ما راح زيك واصغر منك كمان. كانوا عاملين 100 راجل في بعض. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. يا الميدان كنت فين من زمان معك غنينا ومعك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا ايد واحدة نار وليل ومفيش معاك شيء مستحيل صوت الحرية بيجمعنا خلاص حياتنا بقاليها معنا مفيش رجوع صوتنا مسموع والحلم خلاص مبقاش ممنوع. يا الميدان كنت فين من زمان هديت السور نورت النور لميت حواليك شعب مكسور اتولدنا مش إعلامي.